التحيات تتجدد والانطلاق يستمر في أرضية هذا الميدان حيث المنافسات الجميلة في أشواط الإنتاج والمنتجين. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين ونبدأ في هذه اللحظات مع شوطنا 21 الذي اندفع قبل قليل ويحمل منافسات الإبكار المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين ومباشرة نسير إلى بشاير اللي على المركز الأول. ضاحي بن عبد الله بن ضاحي يتواجد مع الصدارة الأولى. أما المركز الثاني فهذه هي عوايد لجابر بن صالح بن جابر العامري ياتي مع المركز الثاني، بينما النقل إلى المركز الثالث هناك الشايبة لعبيد بن سعيد بن محمد لمهيري، بينما المركز الرابع فوصول من العنود لأحمد بن مبارك بن منيف المنصوري، بينما المركز الخامس فوصولا على المركز الخامس في هذه اللحظات الجميلة لأجد هناك سودة لأحمد بن شاهين بخلفان المزروعيات صقار في هذا الاندفاع، بينما المركز السادس فانطلقت فيه وتحركت ريمة لحمد بن محمد السهيل اليبهوني الظاهري، بينما سابعا اندفاع الزعفراني حمد بن سهيل بن خيرات العامري، بينما ثامن المراكز فهذه هي مها لسعيد بن محمد بن كراز المهيري يتواجد مع مها اللي على المركز الثامن في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع فتقدم الطواري لسلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي على المركز التاسع، وعاشرا مثيره لسعيد بن محمد بن مبارك المهيري. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في تحديات هذا الشوط في هذه المنافسة الجميلة التي تحمل هذه الشعارات العملاقة والكبيرة التي تشارك في أرضية هذا الميدان عاصمة ميادين سباقات الهجن ميدان الوثبة. والعودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، إلى التنافس الجميل الذي يحمل هذه الشعارات المتواجدة على ركب المقدمة، على ركب الصدارة، على المقدمة الأولى. عوايد تغير، عوايد تغير إلى الصدارة لجابر بن صالح بن جابر العامري ليكون على المرتبة الأولى في تحديات هذا الشوط وفي الانطلاق الأول الذي يطمح ويطمع له الجميع الذين يشاركون في هذه الرياضة، بينما المركز الثاني بشاير لضاحي بن عبد الله بن ضاحي يتواجد على المركز الثاني حاملا للأمال، حاملا للطموحات المراودة له في هذا الشوط وباحثا عن نقطة ذهبية تسجل في أرضية هذا الميدان، بينما النقلة إلى المركز الثالث فأرى وصول من الشايبة التي بدأت تتدخل وأيضا تنطلق في هذا الاندفاع بشعار عبيد بن سعيد بن محمد المهيري، بينما المركز الرابع عنود الواصلة بشعار أحمد بن مبارك بن منيف المنصوري يتدخل على المركز الرابع، وخامسا مع انطلاقة المتحدة لعلي بن راشد بن حمد البريص المري يتواجد مع ركب المركز الخامس، بينما سادسا فهذه هي ريمة الواصلة بشعار حمد بن محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري يتواجد على سادس المراكز، وسابعا مع مثيرة لسعيد بن محمد بن مبارك المهيري، والمركز الثامن فوصولا من هدف لحارب بن مغير بن سالم العميمي ينطلق أيضا بهدف ليكون حاضرا أيضا على ثامن المراكز، وتاسعا بشعار سلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي مع طواري من أعلنت الطواري وتدخلت على المركز التاسع والمركز العاشر هناك مع الأسماء الواصلة. ولكن العودة، العودة إلى عوايد، العودة إلى عوايد اللي على المركز الأول جابر بن صالح بن جابر العامري
يسير إلى صدارة الشوط وينطلق ويندفع إلى المركز الأول منطلقا بهذه الاندفاعة الجميلة وفي هذه المشاركة الفعالة ليسيطر على المنطقة الأولى، يسيطر على المنطقة المستهدفة لدى الجميع ما شاء الله بدون أي أوامر بدون تعديلات. هذا هو الركض التلقائي الجميل الذي يأتي مع المركز الأول، ولكن أرى المتحدة وصلت ما شاء الله، تدخلت تدخل قوي ورائع للقاية من الصفوف الخلفية لتكون حاضرة على المركز الثاني وفي طريقة إلى المركز الأول. اشتدت المنافسة، اشتدت المنافسة، راحت المتحدة، راحت المتحدة هنا مع الصدارة علي بن راشد بن حمد البريص المري. المركز الثاني الشايبة، الشايبة على المركز الثاني بشعار عبيد بن سعيد بن محمد المهيري، وتدخلت أيضا تدخلت مثيرة سعيد بن محمد بن مبارك المهيري وهدف واصلة. حارب بن مغير بن سالم العميمي يصل مع هدف، يصل مع هدف، منافسة جميلة، منافسة رائعة، ولكن المتحدة، المتحدة بالسيفين والنخلة، بالسيفين والنخلة إلى المملكة العربية السعودية سلام، إلى انتصار الجميل تهانينا والناموس إلى مالك المتحدة على هذا الفوز والانتصار تهانينا علي بن راشد حمد البريس المري. المركز الثاني دخول ما بين مثيرة وما بين هدف. المركز الثالث هنا أو المركز الرابع الشايبة عبيد بن سعيد بن حمد الهيري. المركز الخامس عوايد جابر بن صالح بن جابر العامري. إذن منافسة جميلة ورائعة للغاية من بين هذه الأسماء الجميلة والتحديات الرائعة التي تحمل هذه المنافسة الجميلة. إذن ما شاء الله هذه هي المتحدة، لحظات الإعادة وفي الإعادة إفادة، هنا كانت المتحدة وهنا انطلقت في الأمتار الأخيرة لتحضن هذا الفوز والناموس. تهانينا لك يا مالك المتحدة. توقيتها الزمني 7 دقائق، 7 دقائق 26 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية، والتوقيت الأفضل يتسجل مع المتحدة. تهانينا لعلي بن راشد بن حمد البريس المري على هذا الفوز والانتصار. مثيرة أتت بالمركز الثاني بشعار أيضا عوض بن بارك مهيري، من كان حاضر هناك مع سعيد بن محمد بن مبارك المهيري أيضا مع مثيرة بالمركز الثاني. هذا شعار سعيد بن محمد بن مبارك المهيري، وتوقيتها الزمني 7 دقائق 28 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس، بينما أتت هدف بالمركز الثالث حارب بن مغير بن سالم العميمي. توقيتها الزمني 7 دقائق 28 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. توقيت المركز الثالث، تهانينا والناموس.